الطموح ديالنا خلال الموسم راه باين، هو اللي قلنا في الاول، هو ان شاء الله الصعود للقسم الوطني الثاني، هذا هو اللي كان الطموح ديالنا. ولكن الطموح ديالنا ماشي، عندنا طموح شويه كبير اكثر من هادشي، باش ان شاء الله حتى العام الجاي المسيره ديالنا ما توقفش ان شاء الله في القسم الوطني الثاني. حنا ما يمكنش ناخذوا البيجي باش كندورو كشباب ونديروه بين ما راه هو البيجي ديال الهوات، حيت في البيجي ديالنا عندنا واحد اكثر من 50% ديال البيجي ديال الشباب اللي ما كيتحسبش في البيجي ديال فونكسيونمون، ولكن خاصو يتحسب بلوتو ان طونك في البيجي ديال الانفستيسمون. هذا هو المهم، داكشي علاش البيجي ديالنا كيكون شويه طالع، حيت شحال من حاجه كتكون في الانفستيسمون. مثلا ملي كتجي كتقارن الفرق ديال الهوات، احنا مثلا الاطور اللي عندنا في الشبان الاجور ديالهم كيفوتوا الاطور ديال ليكيب بريمير. علاش؟ حيت كاين الكثره، وحيت هذا دونك هذاك كاع داكشي كتصرف نتاع الشبان في الحقيقه، ما خصكش تدخلوا في البيجي ديال الفونكسيونمون ديال الكلوب، حيت هذاك استثمار في المستقبل. هذا مثلا. وكاين بعض اللعابه اللي دونك اللي وقعنا باش يجيو معنا، دونك هذوك هما سي ديزانفيستيسمون اللي ما لاعبينش معنا هذا العام، دونك هذا الشيء كله ما كان حسبوش في البيدجي دو فونكسيونمون. ان بيدجي نورمال جو بونس كو 6 مليون ديال الدرهم يقدر يدور الفريق افيك دي كونديسيون تري فافورابل، ولكن بون حنا يمكن فايتين هذاك هاد الارقام، ولكن راه حيت فسرت لك عندنا شحال من حاجه كنحسبوها حنا في الانفستيسمون. معايير احترافيه هو راه بالنسبه لهاد الفرق اللي كنلعبوا هاد العام، راه اكثر من نص فيهم كي بو نو با دير براتيكومون كلهم، غير الاخرين اللي ما عندهمش المساك راه سي فوت دو مويان، مي ايزيسي دو تورني دون مانيير بروفيسيونيل. اكيد الفرق ما بين كنت معاهم تلاقينا ولا كثير مشينا الجميع، دونك تلاقينا كان واحد ليفينمون، حتى انا كنت معروض، حتى انا كنت خدام في شي حوايج اخرين وكان خاصني نكون تماك في هذاك اللقاء بيان سور، ملي هذا كتنعرضوا عليا دونك حضرت معاهم. هذا الشيء اللي كاين، وبحكم زعما العلاقه اللي عندي لا مع سي سعيد ناصري ولا جوزيه، حاولنا نبينوا بين راه كيقدر يكون شي اختلافات، ولكن راه ماشي مشكل ديال العلاقه. ان شاء الله في مقارب نقول لكم اش كنا كنديروا تما. كاين شي في الحقيقه لو ما كانش طرا داكشي اللي كان طرا على اوتو ديال واحد الصوره اللي كانت خرجت مع ريفالدو، كون قلت لكم اش مشينا كنديروا. غير حقيقه اللهم قلنا ما حتى واحد ما يعرفناش غنديروا، تيكون ان شاء الله داكشي موقع وغنبينوا لكم اش كنا كنديروا في الأرض. وغادي تفهموا بين ما الحضور ديالنا في ابو ظبي كان خاصو يكون في ذاك الوقت. حاجه مزيانه انه العالم تكلم على المغرب، تكلم على المدينه، وتكلم على الشباب، دونك كيبين لنا داك الشيء اللي كنا خدامين فيه راه سي لو بون سونس، هذاك هو اللي بغينا، حيت المشروع ديالنا انه الشباب ما يبقاش الشباب فرقه ديال المحمديه، ترجع فرقه وطنيه، وعلاش لا ما تكونش فرقه قريه ولا اكثر من قريه. هذا هو المرغوب، واخا زعما سي تري امبيسيو، ولكن هادشي بغينا. بالنسبه للصفقه، ما كاينه صفقه، كانت مفاوضات اللي راها مازال باقا اون كور، وكيف ما قلت لكم نورمالمون سي افون مارس غادي سا سا ديتيرميني. حنا كنتمناو باش مي فيفري يكونوا المسائل واضحه باش نعرفوا واش غادي يقدر يجي ولا ما يقدرش يجي، واش تفاهمنا على الارقام، تفاهمنا على الشروط كلهم. كون بغيت ندير الاستثمار في الباز نقول لكم على حاجه، انه كل سيمانه اون بو اليمونتي لا ماشين. انا جي ديسيدي دو نو بلو لاليمونتي باش ما يبقاش داك لو باز، باسكو لو باز ايلي با توجور بينيفيك. راه لو باز بعض المرات يقدر يخدم ضدك، بعض المرات يعاونك، وبعض المرات يخدم ضدك. انا ما كنظنش انه في هاد المفاوضات اللي كانت عندنا مع المدرب كاين شي حاجه بينيفيك لينا، بالعكس السلبيات اكثر من الايجابيات. نقدر من وعد الرجويين انه غدا نقدر نوقف ضد الرجويين في شي لعاب الفائده الشباب، سا سي نورمال.
انا لابد ندافع الفريق ديالي وهما خصهم يدافعوا الفريق ديالهم. هذه ما فيهاش مشكل وما فيهاش الحشومه، ولكن ما عمري ما نوقف ضد الرجويين لفائده واحد الفريق اخر، حيت ما عندي لا ربح لا مال. انا ما كنشجع لا وداد لا رجاء. المشكل اللي كان طرا انه بدا بالنسبه للصفقه الاخرى ديال جبران ما كانتش كاع في العلم ديالي يعني. ما كيف ما قلتها ما عمرها ما كانت في العلم، حتى النهار خرجات وملي خرجات في الصباح ما كانتش في العلم ديالي. دونك شفت هذيك الصوره اللي خديت مع جبران، خديتها غير رد فعل على داك البوز اللي داروا. دونك سكيتي نورمال، زعما جافي دي غولاسيون مع جواتيات وانا ايسي دو كوبيري وانا با بو كوبيري بور دي ريزون. يمكن هو كيدافع النادي ديالو اكثر من القياس، يمكن انا دافعت على النادي ديالي اكثر من القياس، داكشي علاش ما تلاقيناش الوسط. وكنتمنى باش زعما يمكن غدا نلقاو شي ارونجمون انا وياه في شي صفقه، اما باش زعما يقولوا بين مراسي ضد الفراجه ما كايناش هاد الهضره. العلاقه اللي عندي مع النصيري كانت قبل من الكره، وان شاء الله هو ما دايمش في الكره وانا ما دايمش في الكره، ان شاء الله غتبقى العلاقه ديالنا مورا الكره. وتيقني بما النصيري راه كيدافع على الفرقه ديالو، راه ما كيدافعش على الشباب، راه حتى هو كيف ما زيد هو كيدافع على الفرقه ديالو. بون يمكن غدا نتلاقاو انا مع سعيد النصيري في شي صفقه اللي تكون مربحه للوداد والشباب والدار، كيف ما غدا يمكن نتلاقاو في شي صفقه مع الرجاء وتصدق. غير راه سوني با كونتر الرجاء، واخا انا بعض التصريحات ديالي اللي درت لفائده بعض الصحفيين اللي تقلق عليهم السيد الرئيس زياد، قال لي ودي راه زعما ضربتي فيا شويه. المهم قلت له ودي اسمح لي، راه التصريحات ديالي سي توجور ايتي اون رياكسيون بارابور لكيك شوز اللي خرجت قبل. دونك هذا هو لو بروبليم. يا با يوم مخدوم بيني وبين زياد، وشي زياد راه غدا ما غاديش يبقى في الرجاء. وكنتمنى باش النهار ما يبقاش في الرجاء العلاقه ديالي ترجع معاه كيف ما كانت قبل ما يكون في الرجاء، كانت علاقه طيبه وكنا صحاب وكنا زعما كنتلاقاو زعما اكثر من ما كنتلاقاو دابا ملي ولا في الرجاء. موقع والو، وقع انه واحد الوقت ما تفهمناش في واحد اللعاب، وداك اللعاب مشى للفينال مول عند الوداد. دون دوت سيكونستانس المفاوضات اللي كانت عندي مع الوداد ما عندها علاقه بداك الشيء كان مع الرجاء. دونك يمكن هو يافي ان بو دو بريسيون ديال البوبليك ديالو حتى هو، داك الشيء علاش يمكن خرجت شي هضره ولاو كيقولوا راه انا اللي سبب الرجاء، سكي كومبليتمون فو. بون وضحتها، جيسبيغ كو اجوردي سي كلير باش ما يبقاش الغموض في هاد الصفقه، انه راه ما كاينش شي صفقه ضد الرجاء ني ضد البوبليك ديال الرجاء. هذاك لو مال اونتوندو بغيتو ما يبقاش غدا ان شاء الله. انا قلت لك جمهور ديال الرجاء وعدتهم بان ان شاء الله نهار ما تكونش شي ماتش في الدار البيضاء، ان شاء الله انا غنمشي نتفرج معاهم في الفيراج، ما عنديش مشكل. انا كنظن بان راه صفقه مزيانه، باسكو دابور بعد هذيك غير مباراه استعراضيه، دونك يا با دونجو سبورتيف بالنسبه للوداد والرجاء. الناس ركزوا بزاف على لو فولي فينانسي، دونك الجانب المادي ديال الصفقه. بالنسبه لي انا سي اكسسوار، حيت اللي مهم انه ما ننساوش انه عندنا واحد الجاليه مغربيه كبيره في الامارات، و لو فات كو دوز مباراه في الديربي غدا في الامارات، يمكن الاماراتيين غداو يجيو يشوفوا بداو يجيو حتى هما الاماراتيين يوم كيهزوا الطياره كيمشيو يتفرجوا في اسبانيا. علاش غدا تا هما ما يهزوش الطياره ويجيو يتفرجوا في الديربي ديال الدار البيضاء في بلاصه كيف ما كيمشيو يهزوا الطياره يتفرجوا في كلاسيكو. دونك اجوردي لو فوتبول ما بقاش محلي، خصو يولي قلت لك قاري عالمي. دونك انا جو بونس كو سي بيان بور لو فوتبول. مثلا بحال دابا ملي غدا غادي يبداو لي كونسونطراسيون كيديروهم لي زيكيب ديال الامارات في الصيف، اللي كلشي كيعرف انه ما يقدرش الواحد يدير لي كونسونطراسيون في الموسم ديال الصيف لان الحراره ما كتمنعهم من
من لي كونسونطراسيون من لعب الكره في ذاك الوقت غادي يبداو يجيو الا كانوا علاقات عندنا وكيشوفوا اللعبه ديالنا وداك الشيء كله غادي يبداو يجيو يديروهم في المغرب. جو بونس كو دان بوين دو في سبورتيف البلدان بجوج غادي يربحوا منها او سا بو اتر اوسي اون اوكازيون باش البوبليك ديال الرجاء وديال الوداد يمشيو يتبعوا الفرقه ديالهم ويبينوا بين ما سي تان بوبليك اللي كيتبع العالمي وكيتبع الفرقه ديالو حتى بستة وسبعة سوايع ديال الطياره في الامارات او ميم طون سا بو اتر دي فاكونس ان شاء الله. انا كنتمنى وكنطلب من البوبليك باش ان شاء الله يمكن في 23 مارس اللي غادي تكون باش البوبليك يمشي يسافر الامارات ويتبع الفرق بجوج ويبينوا بس حيت هذا الماتش اللي غادي تلعب في ابو ظبي راه تلعب بحالو ديال السودان وتلعب بحالو ديال مصر وبغينا نبينوا بما البوبليك ماروكان اي او موان aussi fidèle si c'est pas plus fidèle que les équipes que le public égyptien. دونك تعرفوا نتوما المصريين كيفاش كيتبعوا فرقتهم. الوقت الحالي صعيب صعيب انك تخدع شي مستثمر تقول لي اجي استثمر في النادي ديال الكره وراك غتربح الفلوس. شي المستثمرين اللي غادي يدخلوا معنا في الشباب انا في حقيقه كنت معهم صريح قلت لهم ودي شوفوا الاستثمار ديالكم انه غادي تشوفوا واحد الفريق وصل لواحد المرتبه اللي غادي تفرحكم. بالنسبه للمردوديه الماديه لحد الساعه ما نعولوش عليها. المستقبل لا بد غادي يتغير حيت ما يمكنش المغرب ما يتوليش فيه الكره غدا بحال اسبانيا بحال فرنسا بحال انجلترا لا بد غادي يتبدل. ولكن في الوقت الحالي صعيب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.